السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في الكوميونتي، معاكم فاطمة عربوي فرقة خمسة بإذن الله. هنتكلم بقى النهاردة على حاجة اسمها challenges of promoting professionalism، ايه التحديات اللي بتواجه الدكتور علشان يبقى طبيب محترف او يقدم مهنته بحرفية. اول حاجة هنتكلم عنها بقى هي تبقى introduction. الانترودكشن اللي هنتكلم فيها دي هنتكلم عن الديفينيشن بتاع البروفيشناليزم. طبعا انتوا خدتوا في المحاضرات اللي فاتت التعريف بتاع البروفيشناليزم وبطريقه يعني خدتوها كفايه الكفايه وخدتوا الكاركترز بتاعتها، فاحنا بس هندي نبذه بسيطه اللي هو هي مكتوبه كام بالعربي. يعني ايه بروفيشناليزم؟ يعني احترافيه، يعني ان انا ابقى شخص مسؤول في مهنتي ويعني زي ما بيقولوا كده فنان في المهنه بتاعتي، مع الالتزام بمبادئ وقيم اخلاقيه للمهنه، ان انا اكون شخص على وعي ودين كفايه ان انا ابقى محترف في شغلتي، مش محترف فيها شغل بس، يعني ابقى دكتور ودكتور محترم كمان. دي كده انترودكشن سريع. تاني حاجه هنبدا نتكلم عن حاجه اسمها الكي كومبوننت اوف الميديكال بروفيشناليزم. يعني ايه الكي كومبوننت بتاعت الميديكال بروفيشناليزم؟ يعني الحاجات الاساسيه في حرفيه الدكتور، ايه الحاجات اللي الدكتور محتاجها عشان يبقى طبيب بروفيشنال، تمام، اللي هي يعني العناصر الاساسيه. عندنا 6 دومينز، يعني 6 مكونات انا محتاجهم، منهم 3 ليهم علاقه بالمريض، ليهم علاقه قصدي بالدكتور، و3 تانيين ليهم علاقه بالدكتور بس مع حد تاني، مع المريض، مع المجتمع بتاعه وهكذا. فعندي 3 انترنسيك اتريبيوتس اللي هي او 3 اكسترنسك اسمهم كوبرتيف. نيجي نتكلم بقى على الثلاثه الانترنسك اللي لهم علاقه بالدكتور، ريسبونسابيلتي اند اكاونتابيلتي، ان هو يكون شخص مسؤول وعلى قدر كافي من المسؤوليه انه يتحمل اغلاطه. اكاونتابيلتي ان هو المحاسبه، سواء يحاسب نفسه يكون على استعداد ان الدوله هتحاسبه على اللي بيعمله، وان هو غير دوده يكون دقيق في كل حاجه بيعملها. يعني تاني حاجه ريفليكشن وسيلف اويرنس. ريفليكشن ده يعني التامل بما معناها يعني، وسيلف اويرنس ان انا اكون شخص على درجه كافيه من الوعي اللي تخليني اقيم نفسي واشوف نقاط ضعفي ايه ونقاط قوتي ايه. فنقاط ضعفي اقللها وابدا انمي نفسي فيها، ونقاط قوتي اشتغل عليها اكتر وهي دي استخدمها وانا بشتغل. تالت حاجه ethical practice ان انا اتعامل باخلاقيات. يبقى كده عندي responsibility و accountability و reflection و self awareness و ethical practices. تالت وبعد كده نتكلم على التلاته الاكسترنسك اللي هي cooperative اللي علاقه بالمريض مع حد، بالدكتور مع حد تاني. اول حاجه respect for patients، ان هو يحترم المرضى اللي عنده، تيم وورك، يشتغل مع الممرضين والعمال اللي في المستشفى ويبدا يتعامل مع زمايله الدكاتره بطريقه تحقق نجاح. تالت حاجه السوشيال ريسبونسابيلتي، ان هو يكون شخص مسؤول تجاه المجتمع بتاعه، ونفسه ان هو يكون مجتمع صحي، ما يبقاش انسان مهمل، ما يبقاش انسان كل همه الفلوس. فيبقى كده الثلاثه الاكسترنسك، ريسبكت البيشنت، تيم وورك، سوشيال ريسبونسابيلتي. يبقى ثلاثه انترنسك وثلاثه اكسترنسك. بعد كده نتكلم بقى على التشالنجز، قلنا اللي هم تشالنجز تو انترنسك اتريبيوتس اللي هي اسمها بيرسونال زي ما قلنا خاصه بالدكتور وبس. تاني حاجه تشالنجز تو الاكسترنسك اللي هي كوبرتيف او اتريبيوت او اللي هي الاكسترنسك او كوبرتيف بتواجه الدكتور مع حد تاني. اول حاجه الانترنسك اتريبيوتس بقى ذا فيزيشن سنتر تشالنجز. اول حاجه ذا ديوريشن اوف ميديكال ايديوكيشن، يعني المده بتاعه التعليم الطبي. بيقول لك ان هي يعني بيقول لك او بيقول لكم جميعا يعني long and demanding undergraduate courses، بتحتاج كورسات كتيره جدا. طبعا احنا بناخد كورسات شيرامد واناتومي وهيستولوجي ومش عارف بايو ومن كل المواد بنقعد ناخدها. تاني حاجه بقول لك الديوريشن، المده بتاعت الاندرجرادويت بنقعد 7 سنين، بيقول لك بتوصل، ولو واحد سقط بقى يا بابا يقعد بقى من 7 ولا 9 سنين يعيد ويطلع وبتاع، والدراسه كمان صعبه وسقوط فيها يعني ما اكتره. فدي لوحدها اصلا مشكله، ان انا دلوقتي كطالب علشان ابدا حياتي هبقى محتاج اتخرج من الثانويه عامه اللي هو الهاي سكول، وانا عندي بتاع 18 19 سنه، وارجع اخش 7 8 سنين ولو سقطت تاخد لك فيها 9 10 هقعد كتير فيها على ما اتخرج وابدا حياتي. الناس كلها بتكون بدات حياتها خلاص على سن 22 23 سنه وانا لسه طالب ما عملتش اي حاجه في حياتي، وكمان هتخرج يا ريتني هتخرج هبقى شاطر وكده، ده انا كنت لسه برضو بتدرب. فبيقول لك ديوريشن اوف اندر جرادويت ميديكال ادكيشن افتر جرادويشن فروم هاي سكول، بعد ما اتخرج من مدرسه الثانويه، انكلودنج انترنشيب، يعني بتقعدي حوالي يعني بنقعد حوالي من 7 ل9 سنين ندرس بس كليه كطلبه. ولك ستيل ان الميديكال سكول جرادويتس كانت بروفايد انسوبرفايزد بيشنت كير، ما بتنفعش ان انت تشتغل لوحدك بايدك، لازم يبقى واقف على دماغك الدكتور الكبير، لانك يعني اوريدي انت شخص مش مؤهل ان انت تشتغل ده. يعني تخيل بعد 7 ل9 سنين انت لسه شخص مش مؤهل ان انت تشتغل لوحدك من غير ما الدكاتره تراقبك، لا ده انت لسه محتاج تعمل زماله ودكتوراه وماجستير، ولو هنعمل بورد زي اللي لسه معمول علينا جديد ده اللي هو في نظام التكليف الجديد، فهنقعد لنا بتاع من 2 ل7 سنين كمان. يعني انا قعدت 7 في الكليه، ده لو انا شخص ماشي فريره ما سقطتش في حاجه، وبعد كده اخد كمان 7 سنين تريننج بعد الحاجات عشان ابقى واحد بروفيشنال في شغلي، ويعلم هبقى بروفيشنال ولا لا. فدي طبعا كلها لوحدها مشاكل بتواجهنا.
وكمان الفلوس اللي انا بدفعها يعني الديوريشن اند كوست اوف ميديكال تريننج از تو هاي فور سوسايتي تو سستين، يعني المجتمع نفسه مش قادر يتحملها. فهم دلوقتي بيحاولوا ان هم يستبدلوها بحاجه تكون قليله شويه، تكون مده الدراسه اقل زي نظامكم الجديد 5 سنين واقلب، يعني خلاص 5 سنين بدل 6 عندنا. بعد كده مده التدريب بقى عندكم 2 امتياز، وده طبعا احسن ليكم، زي احنا عندنا سنه واحده امتياز ودي غالبا ما بتكفيش. فدي كلها حاجات بيحاولوا يحسنوا. بعد كده قال لك difficulty getting post graduate، صعب ان انت كمان تتخرج اصلا يعني، وكمان صعوبه في choice of specialty ان انا اختار التخصص بتاعي، دي لوحدها كمان صعبه. وبيقول لك ان انت يعني بيقول long post graduate courses، يعني الكورسات اللي بعد التخرج بتكون طويله طويله ومتعبه ومكلفه، وزي ما بيقول لك كده دي خلاص بتبقى اللي بعد التخرج اسمها bottleneck possibility اللي هي عنق الزجاجه. احنا اصلا كل سنه بيقولوا لنا دي عنق الزجاجه، وثانويه عامه كانت عنق الزجاجه، احنا مش عارفين هنخرج من الزجاجه امتى والله، بس يلا ربنا يعيننا. بعد كده maintaining knowledge competency is an ordinal. ordinal ديت يعني محنه، بيقول لك ان انت تحافظي على مستواك ومعرفتك في الطب محنه لوحدها، لان الطب بيتقدم كل يوم، بيقول لك thousands of new articles published every day in medicine، ملايين والاف المقالات بتتنشر كل يوم في عن التقدم في الطب وكده. فما ينفعش ان انت تكون عندك حاله ركود وما بتتقدمش وما بتقراش مقالات، مش مطلع على الحاجات دي، لوحدها مشكله. new technologies and treatments كبير، علاجات جديده بتظهر، تكنولوجيات في طرق العلم يعني طرق العلاجات الحديثه غير الادويه والجراحات اللي بالمناظير وكده، وكل ده ما كانش موجود، كل ده مع الاطلاع والحاجات دي فرقت. بس الحاجات دي اصلا بتبقى يعني في البدايه لما بتكون المعلومات دي لسه جايه، بيقول لك ان يكون بيقول ان هي تكون without clear guidelines or information، لازم انا اقعد انا يعني انا اللي هشتغل عليها، مش المعلومه هتجيلي جاهزه، فانا لازم اتعب ومارس الحاجه دي عشان افهمها احسن، واقعد استبعد واقرر هل دي هتنفعني في شغلي، هل دي هتبقى كويسه بالنسبه للمرضى ولا كده ولا لا. بعد كده التاف كومبيتيشن بتوين الميديكال كوليج، اللي هو المنافسه ما بين الدكتور وصاحبه او الدكتور وبقيه التخصصات وبقيه الدكاتره واللي في نفس تخصصه او الطالب وزمايله، ما دي لوحدها تشالنجز، انا ما اقدرش اتحمل ده كله، انا كده عايش طول الوقت في صراعات. long working hours، انا بقعد اشتغل فتره طويله جدا وشفتات مهوله، الناس بتاخد شفتات بال 32 ساعه حرفيا، في ناس بتموت بسكتات قلبيه من كتر الضغط عليهم، stressful conditions حاجه. فدي بتؤدي بقى لحاجه اسمها physician burnout. burnout ديت مش معناه يحرق، لا يعني هو عنده حرق اعصاب، اعصابه شغال حريقه، اللي هو خلاص مش قادر، تعبان من كتر الشفتات اللي عليه والضغوطات اللي عليه، فالشخص برده تشالنج صعبه. ethical dilemmas او religious consideration، اللي هو الحاجات برضو مطلوب مني ان انا اقعد افكر في الحاجات دي، هل ده صح، هل ده حلال حرام، هل انا ينفع اعمل كده، اخلاقي وتربيتي وديني بيقولولي اعمل ده ولا ما اعملوش. فبيقولك ان ده بالنسبه للمواضيع الجديده زي الاورجان ترانسبلانتيشن اختلفوا عليها هل هي حلال ولا حرام، الانترسكس اوبريشنز اللي هي عمليات التحويل اختلفوا برضو عليها وهي غالبا حرام، الميرسي كيلينج، ايه الميرسي كيلينج ده، اللي هو القتل الرحيم، الناس زي الناس بيجي لها شلل في جسمها كله، او الناس اللي عندها شلل دماغي او الحاجات دي بيبقوا عايزين يموتوا عشان يستريحوا، برضو ده حرام فما ينفعش، واتعملت في قصص كتيره في الافلام. الاي في اف دي اللي هي الانفيترو فيرتلايزيشن، يعني التلقيح اللي بيحصل في انابيب مش اللي هو الحمل الطبيعي، لا التلقيح اللي بيحصل في انابيب بره، او الدي جريمنج دي هي المفروض الماين اللي هو احدد الفيتس جندر، نوع الفيتس برضو ده حلال ولا حرام مش عارفين برضو، بس يعني هي دي الموضوعات اللي هي الحديثه اللي جايه علينا، فاحنا بنقعد نفكر هل ده انا ينفع اعمله ولا لا. بعد كده المشاكل بقى اللي بتقابل بقى الايه الفيميل، الفيميل الميديسن بيقول لك ان هي يعني عندها بقى هي كميه تحديات اكتر من الراجل، يعني الورك فيلد افكتد باي ماريج، ان هو بالجواز هي تتجوز فشغلها هيتاثر، لان طبعا المسؤول الاول والاخير عن البيت هي غالبا الست، فهي بتفضل بقى مسؤوله عن البيت فبتاثر في شغلها، هتبقى مهتمه بشغلها هتاثر في بيتها، فده هيجي على ده، يعني الله يكون في عون كل الستات الدكاتره والله يشابوا ليهم. فقال لك ان هي difficulty balancing between their families and their work duties، اللي هو هي مش عارفه توفق بين او تعمل بالانس ما بين العيله بتاعتها وما بين شغلها، فبتضطر ان هي تتجه للشغل الاكاديمي، وهي بعد ما كان نفسها تبقى دكتوره نساء او دكتوره جراحه او دكتوره مخ واعصاب حاجه من التخصصات الثقيله، لا بتبدا تجيب ورا، لا انا تخصص جلديه هاخد كلينيكال باثولوجي هاخد طب اسره، الحاجات الخفيفه شويه دي، علشان للاسف بيدوا الاولويه، يعني للاسف هي اصلا الصح يعني اولويه للبيت او كل واحد له اولوياته، فبتضطر تتنازل وتحقق حاجات برده مش هتبقى زي الراجل، بس في ناس بتحقق حاجات بتبقى كده، بس دي برده بتبقى حاجات قليله. فبيقول لك ان هاف تو compromise in choosing a specialty limiting the work، تبدا تتنازل عن الحاجه اللي كانت بتحلم بيها وتختار حاجات اقل. نيجي بقى احنا كده خلصنا الانترنت، اتكلمنا عن الفيميل وتكلمنا عن البوست جرادويت وتكلمنا عن الاندر جرادويت وعن المده والحاجات دي، تمام؟
نبقى هنتكلم عن المدة الأولانية طويلة، ونتكلم عن الأندر جرادويت وإن هما بياخدوا وقت طويل وإن هما مبيبقوش يشتغلوا لوحدهم، بعد كده البوست جرادويت قال لك إن هي بياخد لونج كورسز وحاجات من دي، تالت حاجة اتكلمنا عليها اللي هي الفيميل والمشاكل اللي تواجهها وإنها ما بتعرفش توفق ما بين ده وده. نيجي بقى الحاجات الاكسترنسك اللي هي الكوبرتيف اللي لها علاقة بالدكتور مع حد بره. فقال لك أول حاجة ان انكريز في الديماند فور سيرفيسز، يعني زيادة المتطلبات على الخدمات الصحية، وكمان زيادة البيشنت اكسبكتيشن، الناس بقت متوقعة إن هي هتروح للدكتور من هنا أنا هخف وهخرج مفيش الهوا، وده طبعا مستحيل. ولو ده ما حصلش المشكله ان لو ده ما حصلش تلاقيه بيلف عند دكاتره تاني يقول لك عليك حمار ما بتفهمش، هيقول ده الدكتور ده مش عارف حاجه وانا ما ينفعش اروح له تاني، ده يا عم انا رحت له تعبان وفضلت تعبان زي ما انا، طب هو هيعمل لك ايه الدكتور؟ فالاكسبكتيشنز دي اصلا بلاش اقول، في دكاتره ما بتقدرش تعالج المرضى اللي زي دول، يعني ان هو او في العمليات او كده بيتحاشوا او بيبعدوا عن المرضى دول بالذات. وبعد كده قال لك برضه قال لكم زياده في الايجنج بوبيليشن اند مور كرونيك ديزيز، الناس اعدادها بتزيد واعمارها بتزيد بسبب الزياده في الصحه واللي هي الايه الهيلث سيرفيسز يعني بقت كويسه، فالناس بقت اعمارها زياده ما بقوش يموتوا زي زمان كتير، الكرونيك ديزيزز بقت كتيره للاسف. فبيقول لك ان دي لوحدها حاجات بتاثر على الدكتور بس السبب فيها البيشنت. بعد كده الالكترونيك دوكيومنتيشن اند اذر ادمنستريتيف بوردنز، اللي هي زمان او لا ودلوقتي برضو لسه، يعني الناس لما كانت بتروح تعمل شيت شيت بتاع التذكره اللي بياخدها العيان من بره من المستشفى او بتاعه الدكتور اللي هو الروشته او الروشته، واداريات بقى ياخد روشته مش عارف يعمل فيها ايه هنا ويعمل فيها ايه هنا، فده لوحده كان بيقلل من وقت الدكتور مع المريض، فالمريض اولى بالوقت ده، فهم بداوا ان هم يخلوها حاجات الكترونيه يبقى سريع سريع كده عشان الدكتور يقضي الوقت مع المريض، فيبدا بقى يفهم حالته احسن ويقيمه ويشوفه محتاج ايه ومش محتاج ايه. فبيقول لك ان هو بيقول يعني ان هو continue to cut on the time physician actually spend with patients، وبيقول لك ان هو بقى ياخد less time with patients، ان هو يعني الحاجات دي بتخليه ياخد وقت قليل مع المريض، فانا هبدا اعالجها محتاج اعالجها بعدين يعني. والليتيجيشن كورت انكريزنج، يعني زياده الدعاوي القضائيه. ايه الدعاوي القضائيه دي؟ دلوقتي بقى اي دكتور لو غلط غلطه، طبعا الدكتور ما هو بشر زينا ولازم يغلط، يعني مفيش حد معصوم من الغلط يعني غير يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني جل من لا يسهو، فهنعمل ايه دلوقتي احنا ساعات بنغلط، فانت اوعى 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 تقف مع حد من الناس اللي بتتكلم كده في وش زميلك مهما كان الدكتور ده زميلك، فما ينفعش ان انت تقف في وشه او تقول ده دكتور حمار ما بيفهمش او كذا، احترموا بعضكم. فالناس دلوقتي بقت اي حاجه اسهل ما عليها تروح ترفع قضيه، ونقعد نمرمط في الدكتور وندفعه كفالات وندفعه تعويضات ومش عارف ايه، وفي ناس بيهدفها اصلا التعويض، فمنهم لله بجد يعني. انما زمان كانت الناس بتتعالج وهي ساكته، دلوقتي بقى ما حدش بيقدر يسكت، ونزل على الجروب الفلاني ده دكتور 1 2 3 4 ما بيفهمش، ده دكتور فلان الفلاني مش عارف ايه وحاجه، يعني استغفر الله العظيم. بعد كده الكابنج ويز جوفرنمنتال وكوربوريت البيروقراطيك اوبستاك، يعني ايه اللي هي الحكومات البيروقراطيه كانت بتعمل لي مشاكل مع الدكاتره اللي داخلين يعملوا يعني تراخيص وحاجات دي، فبيطولوا معاهم قوي وما ينفعش ان هم يعملوا معاهم كده، لان دي لوحدها هم محتاجين اجهزه ومحتاجين ان انا اسهل لهم، عشان انا دلوقتي عدد الشعب عندي بيزيد، محتاجه اقدم تسهيلات للدكاتره علشان تقدم خدمات صحيه كويسه، فما ينفعش كده، دي برضو من المشاكل اللي بتقابلهم. نرجع نتكلم بقى على حاجه اسمها دايليما ريليتد تو ديستراكتيف جاستيك، يعني ايه ديستراكتيف جاستيك؟ اللي هي العداله في التوزيع، يعني دلوقتي انا عندي كلنا عارفين يعني المستشفيات كلها الموارد بتاعتها قليله، لان ما كانش كمان عدد الدكاتره قليل، فالموارد القليله دي الاحق بيها مين؟ الناس اللي هي محتاجه يعني ده الناس اللي هي التعبانه، ما ينفعش افرق بين غني وفقير ولا بين ده معرفتي وده قريبي وحبيبي هديله، ولا ان الممرضه دي هتاخد الحاجه دي، لا يعني اللي هتحتاجه المستشفى حرام انه يخرج بره، صح ولا ايه؟ فانا دلوقتي ما ينفعش يبقى في محسوبيه حتى في العلاج، يعني انتقل شويه. فالعداله في التوزيع دي بقى بيقول لك ذيرز، يعني بيقول لك ان هي بيحصل تنشن irreconcilable tension ما بين الفيزيشن كوميتمنت تو بيشنت نيد، يعني ما بين التزام الدكتور واحتياجات المريض، انا بيبقى في مشكله في الموضوع ده الدكتور هيجيب له منين برضه؟ فدي برضه مشكله بتواجه الدكتور. فدلوقتي انا عندي مشكله ما بين الالتزام ما بين الدكتور واحتياجات المريض، and to the fair allocation للهيلث كير ريسورسز للموارد الصحيه اللي المفروض تتقدم للمريض. فدلوقتي المريض يعني الموارد قليله، فانا هدور على الشخص اللي عايزها، اللي هي معنى الريكونسيلابل ديت يعني ان هو مش متوافقين مع بعض، وكوميتمنت يعني الالتزام، والوكيشن ده يعني التوزيع، فانا لازم ابقى مهتم بتوزيع الحاجه دي عليهم. فبيقول لك ان السوسايتي ستيل هاز تو فايند ا واي تو انشور ان يعني ايكويتابل الوكيشن فور ذيس ريسورسز، لازم بيحاول يدور على طريقه نسد بيها احتياجات المرضى ونعمل ايكويتابل الوكيشن يعني توزيع متساوي على الريسورسز دي علشان يبقى في تراست ان الميديكال انستتيوشن، عشان يعني الناس ما ينفعش ان انا يعني يبقى فيه ثقة شوية، ما حدش يعني يبخل بالحاجات على الناس.
بعد كده الفاندنج تشالنجز. يعني ايه الفاندنج تشالنجز دي؟ اللي هو فتح العياده ده محتاج فلوس جدا كتير طبعا. عياده يعني محتاجه الوفات، اجهزه محتاجه الوفات، افتح مستشفى الوفات، مركز طبي الوفات، الالوف ملايين طبعا، ملايين مش الوفات والله. فدلوقتي دي حاجه هتخلي الدكتور عايز فلوس كتير عشان يفتح العياده، فلازم اشتغل ولازم اجمع فلوس. فكده هدفي الاساسي بقى فلوس، ما بقاش هدفي الاساسي مصلحه المريض، فدي بقت مشكله. دلوقتي بقت همي الاساسي ان انا اجمع فلوس، فكده الخدمات الصحيه هتبقى غاليه، كده مصلحه المريض مش هتبقى عندي رقم واحد، وده غلط. فقال لك فبيقول ان هي بتعمل انكريزنج للهيلث كير كوست، اللي هي الحته المكونه الاسود دي، فمعناها يعني ان الحاجات دي محتاجه تتعالج لانها بتزود الهيلث كير كوست. بعد كده the primacy of the patient welfare is challenged by، يعني اللي هو البداية او اهم حاجة يعني بالنسبة للمريض او بتقابله، يعني اللي هو زيادة في treatment of the patient multiple clinicians. اللي هو multiple clinicians دي يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي مريض جالي المستشفى، دخل عليه دكتور، الدكتور ده خد منه كلمتين وسابه مشي، ماشي، او قال له على حاجه وسابه مشي. المريض ده انه قاعد شفت الدكتور ده اتغير وجالي دكتور تاني، رجع جالي دكتور تالت، مش عارفه يعني كذا دكتور جم على المريض، ومش كل واحد طلب نفس الحاجه، فكل واحد خده في سكه، فدي كده غلط. ما ينفعش ان انا اخد كل المريض في كل سكه شويه. فهي دي المشكله، زياده علاج البيشنت يعني بمالتيبل كلينيشنز، فده ما ينفعش. فلازم يبقى عندي، او بيبقى عندي مشكله برضو ان انا عندي presence of your physician providing comprehensive coordinated service، ما بيبقاش يعني التعاون ما بينهم زي ما انتم متخيلين. فبيس حاجه اسمها فراجمنتيشن اوفر اول ريسبونسابيلتيز، يعني دي بيريح الدكتور شويه في ان هم بيقسموا، يعتبر الريسبونسابيلتيز بتاعتهم بتتقسم، اسمها حاجه فراجمنتيشن، بس دي بتضيع المريض. او انكريز البيشنت اوتونومي، يعني ايه الاوتونومي؟ الاوتونومي دي يعني التعلم الذاتي، ان هو كل حاجه متاحه عنده على النت، فلو دكتور قال له حاجه غلط، لا يا دكتور انت قلت حاجه غلط فما ينفعش وكذا. يعني المريض ما بقاش زي زمان اللي هو انا قاعد اسمع وهروح وهنفذ، لا ده دلوقتي كل واحد اللي هو انصاف العلماء دول اصلا بيودوا الطب في داهيه، فربنا يستر علينا منهم. بعد كده بيقول لك ان الانفورميشنز بقت اصلا موجوده، زي البيشنت وونت نيد شير ديسيشن ميكنج، بيبقى عايز يشاركك في اتخاذ الراي بتاعك، بات تشالنج ذا فيزيشن مونوبولي اون نوليدج اند ذا ميستيك اوف ليرند بروفيشنال. معناها ايه الجمله دي؟ ميستيك ديت زمان كان عدد الناس اللي بتتعلم كان قليل، فكان بالنسبه لهم او حد فتره قريبه والله الدكتور ده حاجه واو، حاجه علامه، حاجه لو قالها هنمشي عليها بالحرف لان هو عارف احسن مننا. دلوقتي بقى لا، ده كل واحد بقى عامل نفسه دكتور وانا دكتور نفسي، والنهارده مفيش دكاتره انا الدكتور، واقعد انا بقى اتعب في نفسي وافكر واعمل، واجي اكلم المريض يقول لا يا عم ده انت ما بتفهمش حاجه، ده انا مش نافع اللي انت بتعمله ده، وانت اصلا من دكتور ما بتفهمش حاجه، وانت وانت وانت. كل ده بسبب النت بقى، ان هو المعلومات بقت متاحه عنده، فدي قللت الـ الثقه ما بينهم، وكمان قللت احترام الدكتور شويه، او مش احترام الدكتور، الهيبه بتاعته يعني. يعتبر كده خلصنا الاكسبيرينس، برضو اتكلمنا فيها عن المشاكل اللي بتواجهه بسبب الدوله، ان هو مش عارف يعمل التراخيص بتاعته، بسبب زياده التكاليف بتاعه الدوله والعلاجات علشان هو محتاج ان هو يفتح عياده وكده، المشاكل اللي بتقابله بسبب المعلومات المتوفره، الحاجات بقى اللي زي كده. بعد كده بقى البروموتنج بروفيشناليزم، بروموتنج بروفيشناليزم ديت يعني ميك الكير اوف البيشنت، يعني خلي البيشنت هو الفيرست كونسرن، يعني هو اهم حاجه عندك. تاني حاجه احميه، بروتكت اند بروموت الهيلث اوف البيشنت اند بابليك، ما ينفعش اقدم مصلحتي على مصلحه المريض، ده اول حاجه، دي مهمه، دي اهمهم اصلا. تالت حاجه بروفايد جود ستاندرد اوف البراكتس اند كير، حاول تخلي مستواك دايما في ازدياد في ازدياد، وان انت بتعمل براكتسنج للمعلومات اللي انت بتاخدها. بعد كده هنعمل بحاجه اسمها كيب جود نوليدج، ان انت تنمي معلوماتك زي ما قلنا، تطلع على الارتكلز والحاجات دي، وسكيلز تكون اب تو ديت، يعني بتتجدد، او انت يعني مطلع، شخص مطلع. ريكوجنايز ليميتس اوف الكومبتنس، يعرف يعني بعرف اللي هو حدود اللي هو ليميتس الكفاءه، احافظ على الكفاءه بتاعتي، واشتغل بقى عن طريق زي ان انا هشتغل في تيم ورك وحاجات بقى زي دي، اللي هو الورك ويز كوليجز ان بيشنت. بعد كده تريت البيشنت از انديفيدوال، دلوقتي انا من كتر ما بيمر عليا عيانين باجي اقول ايه يا عم كلهم عيانين زي بعض ونفس الحاجه هنا ونفس هنا، لا ما ينفعش، انت كده بتقلل من احترام المريض اللي قدامك وبتزعله، فانت لازم تتعامل معاه كويس، وان انت تحسسه ان انت بكل جوارحك معاه، بتفكر معاه، بتتعامل معاه، بتتفاعل معاه، كل الحاجات دي. بعد كده تريت بيشنت بولايتلي، باحترام، عامله باحترام، وريسبكت البيشنت رايت، واحترم حقوقه. بعد كده بيقول لك work in partnership، يكون بينك وبين ال اسمه ايه المريض علاقه كويسه، بان انت تسمعه وان انت تدي له المعلومات الكافيه بالطريقه اللي هو عايزها، give patient information by the way they can understand. بعد كده respect the patient right، احترم حقوقه، ويوصل معاه لديسيجن ان هو يعمل قرار كويس
عن العلاج والكير، الاهتمام بيه، تهتم بيه. بعد كده بي اونست اند اوبن، ان انت خليك امين معاه ومنفتح معاه كده في الكلام، واشتغل اكت وزود ديلي، ما تتاخرش، وما تعنفش المريض، اللي هو نيفر ديسكريمينيت انفيرلي اجينست بيشنت ونيفر ابيوز يور بيشنت تراست ان يو، اللي هو بيثق فيك ما ينفعش تعنفه اور ذا بابليك تراست ان ذا بروفيشن. وكده ان شاء الله خلصنا، اتكلمنا عن الانترنسيك والاكسترنسيك والبروموشن بتاع البروفيشناليزم. كده شكرا، واتمنى تكتبوا لي الفيدباك بتاعكم على الشرح باذن الله.